ده ملف قضيه عيسي، تعب، تدقيق، تمحيص، تقطيع. ايه 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 كل ده؟ كل ده ايه؟ ده لسه فيه ملفين تانيين قده. انت ليه بتتعامل على اننا خلاص وكلناك في القضيه؟ لو انت تقدر تجيب محامي غيري ولا ايه؟ للاسف القرار مش في ايدي. قرار انا مش هطلب منك اتعب دلوقتي. يا كمشوشي القضيه صعبه عليه. مفيش قضيه تصعب عليا. وبعدين هي القضيه هتبقى صعبه اصعب من قضيتك يعني اللي انا كسبتها لك وخليتك وخليتني حديث البلد كلها. يا كمشوشي انا سامع ان مها الغزالي جايباله محامي اكبر منك بكتير. مفيش محامي في البلد دلوقتي اكبر مني، وانا مش محتاج حد يساعدني. ماتي مش هيساعدك، انت اللي المفروض تساعده. ده لو اسحبها بسرعه، اسحبها بسرعه. خلاص 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 سحبتها، بس اسحب انت الملف ده كمان من قدامي. القضيه دي يا كمشوشي لو جلت فيها اعدام او مؤبد. ما تخافش، مش هتجلي. انا مسكت اول الخيط، فتش عن المراه. انهي مره؟ كل الستات اللي عدت على زير النساء ياسر الشواربي في حياته، وكل الستات اللي عدت على عيسى الفقي في حياته برضه، بس من غير ما يقصد. توضح لي اكتر. نعم؟ وضح لي اكتر. لا مش هوضح لك اكتر. لا يا حبيبي، انت عايز تسرق مجهودي وتروح تديه للمحامي التاني اللي انت عايز تجيبه؟ لا، انا الاستاذ كمشوتي. بقول لك ايه يا وسيم؟ انا البتاع ده جوعني قوي. ما تبعت تجيب لي سندوتشين كبده وسجق من عند الراجل اللي بيبيع لحم الكلاب على باب المكتب عندك ده بره ولا العياده دي؟ انا على لحم بطني من الصبح. انا جاي اسالك سؤال واحد بس. انت قتلت ياسر؟ لا مش انا. مش خايف يعدموك؟ مفيش اي دليل ان انا اللي قتلته او اني كنت موجود في الفيلا اصلا. انا شفتك وانت بتبص على ساره وياسر من سور باب الجنينه الوراني. بص، محدش يعرف الكلام ده خالص، ما اتكلمتش، وعندي استعداد افضل ساكته، بس بشرط واحد بس، تقولي كل حاجه بصراحه. ايوه كنت في الفيلا ليله الفرحه، معرفش ليه كنت عايز اشوفها وهي بتتجوز. يمكن كنت عايز اثبت لنفسي ان انا هقدر اعيش من غيرها، وانها ما تستاهلش حسرتي عليها. فضلت واقف لغايه لما خلصوا رقص، وكنت خلاص همشي، فجاه سمعت صوت الرصاص ولقيت وقع ساح في دمه. اتخضيت واتخذت ولقيت نفسي بجري قبل ما حد يشوفني. كنت عارف ان انا اول واحد هيتهموني فيه. نفسي اصدقك. ده اللي حصل. طب احلف. احلف لك بربنا اللي خلاك تحبيني وما تصدقيش ان انا قتلت اخوكي؟ اوعى تفتكر ان حبي ليك هيخليني انسى اخطر اخويا منك. لو فعلا كنت قتلته. مش محتاجة اقتله. لو هقتل كنت قتلتها هي. هي اللي غدرت بيا مش هو. انتي عايزانا ترافع عن عيسى الفقي؟ انا اديته فكره. مستنيك تحدد ميعاد عشان يعمل لك التوكيل. الاتعاب كلها عندي. يا ريتها مشكله اتعابه بس. انا محامي العيله بقى لسنين. هقول ايه لنا والهانم لما تسالني ازاي هدافع عن المتهم بقت لابنها؟ قول لها رانيا ضغطت عليا. كده هترجع لك انتي. ما تقلقش. هعرف ادافع عن نفسي كويس. زي ما انا عارفه انك هتدافع عن عيسى. في الحقيقة أنا درست ملف القضية كويس، لكن أنا وليد قالي إن موقفه ضعيف جدا. إطلاقا؟ إزاي؟ ده كان حبيب سارة، وياسر اتقتل قبل دخلته عليها. شوفي، عمر الدافع ورا الجريمة ما كان دليل كافي لإدانة المتهم. أيوة بس سلمى وماهر شهدوا إن عيسى هدد ياسر بالقتل. برضه مش كفاية. التهديد في حد ذاته مش دليل مادي. إيه الدليل المادي اللي تقصده؟ إنهم يلاقوا المسدس اللي اتضرب بيه ياسر ويطلع مسدس عيسى وعلى الأقل بصمته عليه. طبعًا ده ما حصلش لغاية دلوقتي. كمان مفيش أي بصمات لعيسى في مكان الحادث. محدش شافه في الفيلا أو قريب منها ليلة الفرح.
كل ده يعتبر في صالحه لغاية دلوقتي. ويخرج براءة؟ أسرع طريقة لتبرية عيسى إننا نوصل للمجرم الحقيقي. إزاي؟ هنفكر مبدئياً بالطريقة اللي ما فكرتش بيها النيابة. مين غير عيسى من مصلحته يقتل ياسر؟ عريسك اتقتل ليلة الدخلة وخطيبك هو اللي قتله. أنا ما اتخطبتش غير لياسر. ومش عيسى ده كان عايز يتجوزك قبل ما تتخطب لياسر؟ وحاول الانتحار بعد ما اتخطبتي له؟ لا حضرتك أنا معرفش أي حاجة عن الموضوع ده. أمال أنت في المستشفى كنت بتعملي إيه ساعة لما حاول الانتحار؟ أيوه أنا رحت علشان أطمن عليه. بس مفيش أي دليل يعني إن هو حاول ينتحر عشان. حلو قوي بقى التمثيلية اللي أنتوا بدأتوها دي عشان تعملوا خطتكم. خطة إيه؟ إنك تستني لحد ما كاتب كتابك يتم على ياسر ويجي حبيب القلب يقتله ليلة الدخلة وبعد كده تورثيه وتتجوزه. بسيطة يعني. طب هو حضرتك أنا هتجوزه إزاي وهو في السجن؟ ما أنت ما كنتش تعرف إن هم هيقبضوا عليه؟ أنا اللي أعرفه إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولحد دلوقتي مفيش أي حاجة اتثبتت على عيسى. ماشي. خدي بالك بقى إن هو قريب قوي هيتحول للمحاكمة. وجايز كمان تكوني معايا. يوم ما هيثبت حاجة هتثبت على الكل. واضح انك تهم انسه رانيا زي ما انت عزيز عند مها الغزالي. سمعت انها جابت لك محامي من طرفها. فعلا. يبقى لازم تختار واحد فيهم. انا عرفت ان رانيا بتثق فيك. يبقى المرة الجاية هتعمل لي توكيل. وسؤالي الأول قبل ما نبدأ أي حاجة، أنت اللي قتلت ياسر الشواربي؟ لا. أستاذ عيسى، إحنا هنا لوحدنا وأنت اخترتنا بقى المحامي بتاعك، يعني سرك كله هيكون معايا. ديمتر أنا لو كنت قتلت كنت اخترت المحامي بتاع مها الغزالي مش محامي رانيا أخت ياسر. يبقى لازم تساعدني عشان نظهر براءتك. من ناحيتي هقول لك كل اللي أنا أعرفه. أول ما نوصل للقاتل الحقيقي هتلاقي نفسك على الأسفلت. وإحنا هنعرف إزاي القاتل الحقيقي؟ أنت اشتغلت مع ياسر، عارف أعدائه. مش كلهم. قول اللي تعرفهم. نعيم دنجل. الكلام اللي سمعته ده صحيح؟ كلام ايه؟ خليتي المتر سالم يمسك قضية عيسى؟ ايوه. ازاي؟ عادي. أي متهم محتاج محامي عشان يدافع عنه، ايه المشكلة؟ يدور على محامي بعيد عننا، مش احنا اللي هنوكل محامي يدافع عن اللي قتل ابننا. لسه ما تأكدناش ان هو اللي قتله. ياه. كنت فاكراكي هتحزني على ياسر أكتر من خوفك على الكلب ده. حزني على ياسر هو اللي مخليني بدور فعلا مين اللي عمل فيه كده. وخصوصا ان أنا متأكدة ان عيسى ملوش دخل. لسه بتحبيه بعد كل اللي عمله؟ مش قادره اكرهه لحد ما اتاكد ان هو اللي قتل ياسر فعلا. والناس تقول علينا ايه؟ وكلنا محامي دافع عن اللي قتل اخوكي. طول عمرك بتنصحيني ما اسمعش الكلام الناس، ايه الجديد؟ بس نسيت انصحك ما تمشيش ورا كلام قلبي. اخوكي مات، ما فضليش غيرك انت، وشايفاكي بتنتهي وبتتدمري على ايد نفس المجرم اللي قتل اخوكي. انا هضيع فعلا لو عيسى اتسجن ظلم وما عرفتش مين اللي قتل ياسر. نسيتي تطلبي مني الحبوب الشهر ده؟ خلاص ما بقتش محتاجاها. احنا كنا مانعين خلفة عشان كنا متجوزين في السر. ايوه بس انا شايف ان احنا محتاجين شوية وقت قبل ما الحمل ده يحصل. ليه؟ يعني خايف ننشغل عن يارا، انت عارفة ملهاش حد غيرنا. قصدك خايف انا انشغل عن يارا؟ سلمى حبيبتي انا وانتي مفيش بينا اي فرق خصوصا مع يارا. بس أنا من حقي أكون أم. طبعاً يعني بس أنتِ عارفة يارا مامتها لسه ميتة قريب. وظهور أي بيبي جديد في الوقت ده ممكن يأثر عليها نفسياً. ده على حسب كلام الدكتور. والدكتور ده بقى ما قالكش على نفسيتي أنا؟ سلمى حبيبتي أنتِ عارفة أنا ماليش في الدنيا دي غيرك أنتِ ويارا.
لما نستنى شوية على البيبي انتي اكتر واحدة هتستريحي. وهنستنى شوية قد ايه بقى؟ يعني سنتين تلاتة. بس احنا ما كناش متفقين على كده لما جينا نتجوز. طيب ما احنا قاعدين بنتكلم، هو ممكن نتفق ايه؟ أنا ترددت كتير قوي قبل ما أجيلك. نوال هانم اتهمتني إن أنا اشتركت معاك في قتل ياسر، وإن إحنا عملنا التمثيلية دي كلها علشان نورثه ونتجوز بفلوسه. هو أنا ما استغربتش زيك كده. في الحقيقة أنا كنت متأكدة إنها هتحاول تسجني وتخلص مني، خصوصاً إني هورث ياسر وهو ما لمسنيش. أيوة يا عيسى، ياسر ما لمسنيش، زي ما يكون ربنا رايد إن أنا ما أكونش لأي حد غيرك. فاكر زمان لما قلت لي إن إحنا ربنا خلقنا عشان بعض؟ أنت اللي نسيتي لما رحت اتجوزت ياسر وما افتكرتنيش بس غير لما هو مات. يمكن أحتاج فترة طويلة قوي عشان أقدر أقنعك أنا ليه وافقت على جوازي من ياسر. وانت بقى جايه النهارده عشان تقولي لي الكلمتين دول؟ انا جايه اقول لك ان انا هفضل جنبك لحد ما تخرج من هنا، مع انك اخترت محامي رانيا. وده بقى اللي مضايقك؟ محامي رانيا هو محامي ياسر، هو محامي العيله كلها، يعني في النهايه هو محامي نوال هانم اللي اتهمتك بقتل ابنها. وانت مش خايف يكون ده فخ ومنصوب لك علشان ما تجيبش محامي يدافع عنك بجد؟ يا عيسى، عيسى نوال أكيد متفقة مع رانيا عشان ينتقموا منك. رانيا مش ممكن تأذيني أو تغدر بيا. آه. تبقيش تتعبي نفسك وتيجي هنا تاني. عيسى غلط لما استعان بمحامي غيري في القضيه دي. انا كمان مش عايزك انت راخر تغلط الغلطه دي يا متر وتكمل في القضيه دي من غير مساعدتي. مساعدتك؟ اه طبعا، انت يا دوبك لسه ما عرفتش عيسى الا بعد ما اتقبض عليه، انما انا بقى انا المحامي بتاع وسيم، صديق عمره، يعني انا اعرف كل حاجه عن عيسى. عيسى قال لي كل حاجه تهمني في القضيه. ازاي؟ اذا كان عيسى نفسه ما يعرفش حاجه. ما يعرفش حاجه من اللي انا اعرفه. ليه ايه؟ كده انت ابتديت تفكر صح يا متر، وانا هقول لك. انا عندي معلومات تقدر توصل بيها للقاتل الحقيقي، ومش هبخل عليك بيها، بس على شرط نتفق الاول. نتفق على ايه؟ انا مش هقول لك 50-50. مبدئيا كده انا هاخد 30% من الاتعاب، والناس دي كلها اللي بره واللي جوه لازم يعرفوا ان انا وانت اللي خرجنا عيسى براء. يا سلام. اه، ومش هتكلم ولا كلمه الا لما تجيب ورقه وقلم وتكتب اللي اتفقنا عليه ده. استاذ كمشوش. جدع جدع، يلا بقى هات ورقه وقلم، انا كنت متاكد انك هتوافق. هات ورقه وقلم وانا همليك. يلا انا همليك. فرصه سعيده جدا. انا اسعد، انا اسعد. انا ما عنديش وقت اقدر اديه معاك اكتر من كده. اتفضل. طيب، عموما ده الكارت بتاعي، فيه رقم التليفون الوحيد اللي معايا، هتتزني وهتحتاجني وهتطلبني ان شاء الله، يعني هتطلبني، وساعتها انا هطلع ابن اصول وهرد عليك. سلام عليكم. شنطتك قضايا وملفات الناس طبعا. أنا مسافرة الأسبوع الجاي وجاية عشان أخد بقية حاجتي لهنا. آه طبعا، اتفضلي اتفضلي يا مريم. هو في حد هنا غيرك؟ لا، أصل أنا مش قاعد هنا أصلا.
أنا باجي بس أريح شوية كده قبل العيادة أو بعدها. اتفضلي اتفضلي يا مريم. اتفضلي. ثانية واحدة. اتفضلي يا مريم. أنا هنزل العيادة وأنت بعد إذنك بعد ما تخلصي بيقفلي الباب وراك. لو احتجتي أي حاجة قولي لي يعني. سوري. عايزاكي تجيبي لي شقة بسعر كويس. وشقتك مالها؟ ما صاحبها عايز يجوز ابنه فيها. وبعدين أنا زهقت من موضوع الإيجار ده. طيب داليا شقة تمليك، مش المفروض جوزك اللي يجيبها؟ أيوة، ما أنا مش عايز أزود عليه مصاريف. للدرجة دي بتحبيه؟ قد ما هو بيحبني وقد ما هو بيحل لي مشاكلي. طيب أنا هدفع لك المقدم وأنتي هتقسطي البيت. خلاص ماشي اتفقنا. بس بشرط تكتبيها باسمك. طبعا. بقول لك يا دا، عايزاكي تحاولي تتخلصي من شقه جوزك القديم. ليه يا مها؟ ما سعرها قليل، وبعدين دي فوق العياده عنده، يعني اكيد هيحتاج لها في يوم. ايوه حبيبتي، المشكله في مراته الاولانيه، مامتها ساكنه في نفس العماره. ايوه بس هي ما بقتش قاعده مع مامتها، هي بقت قاعده مع اختها في الشقه اللي جابها لها ياسر. بس يا داليا اكيد بتيجي تزورها. وانتي ليه عايزه تخوفيني؟ انا مش بخوفك، انا بس عايزاكي تحرصي من الموضوع ده. اسمعي كلام اختك الكبيره. انا قلت استنى لما تخلصي، يمكن تكوني محتاجه حاجه. شكرا. انت صافي فين؟ دبي. يعني مؤتمر جديد؟ لا، قاعدة عامة. هتشتغلي هناك؟ بقاليش حاجة هنا. هتقعدي قد ايه؟ يعني سنتين وممكن اجدد. انت حاسة ان هو ده اللي انت محتاجاه دلوقتي؟ انت مش عايزه تسافري؟ بعد اذنك. مريم.
قولي يا عيسى، ايه اللي خلاك تختار المحامي اللي رانيا جابته لك؟ علشان عرفت انه اشطر من التاني. لا يا راجل، ولا عشان تثبت للمحكمه ان عيله القتيل جايبه لك المحامي بتاعهم يدافع عنك؟ طبعا ده معناه ان العيله دي مش مصدقين ان انت القاتل. شوف يا عيسى، لو انت فاكر ان اي قاضي هياكل بالكلام ده تبقى غلطان. ايه؟ كاتب وحشك؟ لا، بس اللي اعرفه ان مفيش تحقيق بيتم من غير كاتب يسجل اللي بيتقال. ماشي. بص يا عيسى، انت ممكن تعتبرنا ان احنا اتنين صحاب، كلمتين كده بينا قبل ما التحقيق يبقى رسمي. وانا ما عنديش كلام اقوله بره التحقيق. على فكره يا عيسى انت ذكي، وانت عارف ان القضيه لابساك لابساك. حاول بقى تعترف، لان الاعتراف ممكن يفيدك قوي في القصه دي، وممكن كمان يخفف عنك الحكم. انا مش هعترف بحاجه انا ما عملتهاش. شوف يا عيسى، محدش هيصدقك عشان الادله كلها ضدك. سيادتك لو عندك ادله ضدي ما كنتش ركزت طول الوقت انك تخليني اعترف بحاجه انا ما عملتهاش. لا يا حبيبي، انا بأثر عليك المسافه بس. انت بتحاول تأثرها عليك انت مش عليا انا. انت قلت لي انك خارج. خارج فعلا، بس ما قدرتش اسيبك، خفت ما اشوفكيش تاني لما قلت لي ان انت مسافره. يبقى انا اللي ما كانش لازم اجي من الاول. يمكن ربنا رايد ان احنا نتقابل. ما تجيبش سيره ربنا. ربنا اكيد مش راضي على اللي عملناه دلوقتي. احنا ما عملناش حاجه غلط، انت احنا لسه في فتره العده. بس احنا اتطلقنا رسمي. يبقى نتجوز رسمي. يعني ايه؟ يعني هترجع لي عشان نصلح غلطتنا؟ ما كنتش عايزك من الاول، ما كناش غلطنا اصلا. يعني انت بتعترف ان احنا غلطنا دلوقتي؟ وغلطنا اكتر لما اتطلقنا. مش قادر اصدق ان كل ده يحصل كده فجأة. انت زعلانة عشان هنرجع لبعض؟ انت متجوز غيري. يعني ايه؟ يعني انت هتبقى متجوزنا احنا الاتنين؟ وهتبقى متجوز مين على مين بقى؟ انا ولا هي؟ كفارة يا نعيم بيه، قبل ما نحصلك بقول الله. ان شاء الله. كفارة يا نعيم باشا، مع السلامة. وحشنا والله يا نعيم باشا. حبايب الله يبارك فيكم يا رجالة، اشوفكم بره ان شاء الله. وانت مش هتقول لي مبروك ولا ايه؟ على ايه؟ خدت براءة في النقد. ما تحاولش تخبي القهرة اللي جواك. أنا عارف إنك آخر واحد ممكن يفتح لي. ليه بقى؟ عشان شهدت ضدي في المحكمة. كنت عاوزني أتعدم. أنا قلت اللي شفته. وما اتهمتكش بأي حاجة. أنت خسرتني ببلاش. أه ياس اللي صلتك عليا ومات. وشهادتك ضدي طلعت في شنك. وأنا طلعت براءة. وأنت هتفضل جوه هنا. بس انا بقى لما اخرج مش هفكر غير في حاجه واحده بس، اني ابقى متاكد انك هتفضل هنا. مريم، مريم استني، لازم نقعد ونفكر ونشوف هنعمل ايه. مش هنعمل حاجه، ولعلمك بقى انا مسافره ومش هتشوف وشي تاني. ده مش حل. أنا ما عنديش حل غيره، واللي حصل بينا ده تنساه وتنساني أنا كمان وما تكلمنيش تاني، ماشي؟ مريم! 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 Thank you.
مش هينفع دالي دلوقتي، مش هينفع خالص. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. أنت كنت فين؟ كنت في العيادة. أنا كلمتك. كان لسه سوري والله لسه شايف الرقم دلوقتي. وحشتني. وأنت كمان. على فكرة بقى، أنا رحت المها النهاردة عشان تشتري لي شقة جديدة. ليه؟ مش عارفة كده، الشقة دي مش بتاعتنا يعني كده، وصغيرة مش حلوة. لأ. بس إحنا يا دوب اتنين يعني. ايوه ماما، احنا هيجي لنا ضيف تالت في الطريق. انا حامل. انت عارف يا حبيبي؟ ده احلى يوم في حياتي. البيبي ده هيبقى حته مني، حته مني. هيكبر كده وسطنا كده ونشوفه هو بيكبر. وكل ما هنتخانق هيهون علينا. دي هتبقى أكتر حاجة بتربطنا ببعض يا حبيبي. ربنا يخليك ليا. اتأكدتي من الحكاية دي؟ اه طبعا متأكدة. ده أنا عملت التحليل ده مرتين، مرة هنا في البيت ومرة في المعمل. متأكدة والله. أنت عارف؟ أنا ما قلتش لأي حد. أنت أول واحد تعرف، عاملها لك مفاجأة. يا حبيبي مبروك، الله يبارك فيك، مبروك علينا. أنا هعمل أحلى عشاء في الدنيا عشان بقى إيه؟ أحتفل بالمناسبة السعيدة. طب والعشرة كرام دول يا متر؟ أنا كنت متأكد إنك هتتصل بيا. أنا عارف، أنا عارف إنك مش هتقدر تكمل في القضية من غيري. ارتاح يا أستاذ كمشوش، اتفضل. آه بس أنا مش هرتاح ولا أنطق بكلمة واحدة من اللي أنا قلت لك عليه إلا لما نتفق الأول. اتفق على إيه؟ أها. عموماً أنا هديك 10% لو جبتني معلومات حقيقية ومفيدة. 10%؟ ماشي. أنا موافق. خد عندك. نعيم حاول يقتل ياسر. عيسى أنقذ ياسر وتبرع له بدمه. الأغرب بقى إن ياسر مرضيش يتهم نعيم في محضر الشرطة. طب ليه؟ عشان ينتقم منه على راحته. آه عشان كده خطف منه أرض العين السخنة. وده اللي خلى نعيم يحاول يقتل ياسر مرة تانية. ازاي هو في السجن؟ بالعكس، دي نقطة في صالحه. ما هو كده هيبعد عنه كل الشبهات ويلبس الموضوع كله لعيسى ويبقى خلص من ياسر وعيسى في ضربة واحدة. اه قصدك انه له رجالته اللي بره السجن. رجالته وستاته كمان. نسمة. برافو عليك. ايوه كده، اسخن وادخل الفورمه معايا يا متر. بس ازاي هنقدر نثبت كل ده؟ ربنا بيحبك. طول ما انت معايا ربنا هيسترها معاك ان شاء الله. انا عرفت ان نعيم خد براءه من قضيه ناصر وهيخرج بره على الاسفلت قريب، يعني هيبقى تحت عينينا هو ونسمه حبيبته دائما. ها؟ ايه رايك بقى في اللي انا قلته؟ والله كلامك معقول المرة دي. طب ما هتجيب حاجة تحت الحساب بقى يا متر. طب بلاش بلاش. وحشتيني. وانت وحشتني أكتر. أنا من غيرك كنت في السجن أكبر من اللي انت كنت فيه. ياه. طب أنا مرجع لعندي تاني. معقول هتخرج من تلات أيام ما أشوفكش غير النهاردة؟ معلش. خوفت أحسن لسه كنا هنا على ليه؟ هي الحكومة ما وراهاش غيرنا؟ معلش.
الاحتياط واجب. طب كنا اتقابلنا عند ازاي بقى؟ عاوزين نروح برجليا شقة المرحوم. طب خلاص المرة الجاية اروح لك انا. يعني دي كمان الشقة اللي اتقتل فيها. طب يعني احنا عندنا شقة تالتة؟ وايه المشكلة يا حبيبتي لما اجيب شقة تبقى بتاعتي انا وانتي؟ نعيم، اوعى تكون ناوي تغدر بيا بعد كل اللي عملته عشانك. اغدر بيكي؟ انا لسه متأكد ان لسه عندك حاجات لسه ممكن تعمليها. حاجات ايه تاني بعد ما كل اللي عوزته حصل؟ لسه ما حصلش. وعيسى اتسجن بس لسه ما خدش حكم. عيسى فعلا هيخرج براء. انت جاي تهددني؟ الجلسه الاولانيه في صالحك. وانا لو عايز اقتل حد هجيب واحده ست تساعدني. احنا هنبعد عن بعض. ما كنتش عارفه ازعل على بنتي قد ما زعلت عليك. هنتجوز. يعني تبقى محامي العيله وتدافع عن مجرم قتل واحد فيها؟ انا وانتي في مكان واحد. مش هينفع نكمل شغل مع بعض واحنا كده. انت وياسر الشواربي بينكم قصه عداوه كبيره قوي. لكن ما قالوش